متابعينا الاعزاء في كل مكان، شوطنا القادم الشوط الرابع عشر خلاص للقعدام، مسافتنا هي 1500 متر. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقة الشوط الرابع عشر خاص للقعدان المفاريد، مسافتنا هي 1500 متر. المقدمة والصدارة براق وسالم بن محمد بن حمد بن شعيل المري، وثاني الاسماء وصل مشرف لمحمد بن ناصر المري، ولكن هنالك التسلل من الجذاب وعلي بن سالم بن سنيد الدعية. هذا الشعار صال وجال في جميع دول المجلس التعاون الخليجي، الدخول مباشرة الله هي المنافسة. هنالك مشاهدينا مكرم ومحمد بن حمد بن مشيط المري ضيف عزيز يشارك، الشاعر يشارك بهذا التحدي، المتحديين نلحق ونرجع. وهنالك الجذاب وعلي بن سنيد بن الدعية المري من يقود المسيرة، ولكن الله يا مشرف ومحمد بن ناصر المري مشرف الناموس ومشرف التحدي، وثالث الأسماء شعار بن مشيط ليشارك مع مكرم ومحمد بن حمد بن مشيط. ولكن وصل هنالك سوغان ومبارك بن عبد الهادي بن نايف الهاجري، 300 متر أخيرة، 300 متر ثقيلة بقيادة الجذاب وعلي بن سالم بن سنيد الدعية المري، ولكن الله مشرف، ولكن نقول خلاص كمل، خلاص الجذاب وعلي بن سالم بن سنيد الدعية المري. سلام يا بن سنيد، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان من نصيب مشرف محمد بن ناصر المري، والمركز الثالث براك سالم بن محمد سالم حمد بن شعيل المري. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء ساعة وصول الجذاب لخط النهاية، قطع مسافة 1500 متر بدقيقتين 12:34 جزء. تهانينا لمالك الجذاب علي بن سالم بن سنيد الدعية، تهانينا لجميع الفائزين.